كمل. احنا بس الاول احنا مدينين لمستر كراتنبرج باعتذار، خاصه في الجزء اللي قاله ده انه تم يعني ايقاف محاولاته لتدشين تحكيم افضل بكثير. عايز بس نعرف من مستر كراتنبرج انه هل طلب اي شيء فني ولم تتم الاستجابه؟ والجزء الثاني كيف يتم اختيار الحكام في اوروبا؟ في حاجه اسمها لاعبه دي اللي بتحصل عندنا ولا ايه بالظبط؟ هو سؤال، لو حد عايز بس سؤال كل واحد عشان طب بس يخلص يجاوب. يخلص يجاوب ولا اخش من عنده. على سبيل المثال انا حينما عملت في اللجنه كان يوجد كثير من الاستقالات والاجواء لم تكن مستقره. اردت ان احضر بعض المساعدين لي ولم يتم الموافقه على هذا الطلب من الاتحاد المصري. كان صعبا بالنسبه لي ان اعمل مع المسؤولين الحاليين داخل لجنه التحكيم. اردت ان اطبق مشروعا خاص بي ولكن واجهت مقاومه للتغيير، وايضا وجدت صعوبه لتفهم فلسفتي الخاصه، ولم استطع ان اتفهم لما هناك بعض الحكام ياخذون مباريات اكثر من الاخرين، وخصوصا وجدت التطور من هؤلاء الحكام حينما غادرت. وجدت ان الحكام الذين استبعدتهم قد عادوا للمباريات مرة أخرى وللمشاركة ولقيادة المباريات، وقد قاموا بالكثير من الأخطاء مرة أخرى، فكان هذا أمرا سيئا. كنت أحاول دوما، كان يوجد الكثير من يحاولون دوما أن يجعلوا حياتي أصعب في مصر من خلال معايشتي مع الحكام، تدريبي للحكام، بعض الصعوبات. ولكن في أوروبا الأمر مختلف تماما. حينما كنت في اليونان لكل حكم يوجد مدرب للجنة التحكيم، يوجد فلسفة خاصة بهذا المدرب. الناس لم يثقوا في هذه الفلسفة في مصر. بالنسبة لي كان صعبا أن أوصل كل أفكاري للحكام، ولكن بعض الأمور الخاصة كتجربتي مع فقرة الفيديو التحكيمية وبعض الأحداث التي استطعت أن أحسن من مستوى الحكام من خلالها، لا أستطيع أن أحكم على فترة مستر فريرا. بالتالي أستطيع أن أقول أن النتيجة التي أحصل عليها من الجمهور المصري